برق، هاجي هنا معايا 3 مقاومات، ابدا اوصل التوصيله، جيب دي واوصل ريزيستنس دي باللي بعدها، واوصل ريزيستنس دي بدي، ونفس النظام. تمام، هبدا اوصل البوزيتيف والنيجاتيف. ده الطرف السالب مثلا اوصله هنا، وادي الطرف الموجب اوصله هنا. هو دلوقتي هنا كان عاوز يقيس المذكره، كان عاوز اقيس التيارات واقيس الفولت. تمام، هبدا اقيس الفولت بالنسبه لي. دلوقتي الفولت اللي هيبقى عند الباور سبلاي هو الفولت اللي هيبقى على كل مقاومه. بخلي الفولت على الدي سي، وهشغل الباور سبلاي بتاعتي واقيس الفولت موجود على الباور سبلاي نفسه. طالع هنا ب 10، هبدا اقيس على المقاومه نفس النظام ب 10، ولو جيت اكدت على اللي بعديها واللي بعديها هيبقى نفس النظام. ليه؟ عشان هما الثلاثه مع بعض برد. تمام، دلوقتي عشان اجي اقيس التيار لازم اعمل شورت سيركت في الدايره. انا دلوقتي عاوز اجيب مثلا التيار اللي جاي للمقاومه دي، اشيل الطرف بتاعها ده واوصل مكانها بالاسلاك، ودي مكان هنا في الفولت ميتر، افو ميتر. بدل ما اخليها للفولت اخليها للامبير، واغير الكلام ده اخليه هنا ل 500 مللي، هيطلع معايا قيمه التيار. تمام، دلوقتي لو انا عاوز اقيس للتيار بتاع المقاومه اللي بعديها نفس النظام، بشيل السلك ده وبوصل وهشوف هيطلع برضه قيمه تانية برضه مختلفه، بس نلاحظ ان الكلام ده طالع اصلا بالملي. تمام، هاجي بالنسبه للمقاومه الاخيره هعمل لها برضه نفس النظام شورت سيركت، وهوصل. تمام، هيطلع برضه معايا قيمه تاني، الكلام ده كله برضه بالملي. كده خلصنا التوصيله دي.